أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما يفصل بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة من كتاب الكافي الشريف الحديث السابع عشر حديث طويل جدا يتضمن قضية عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المشتبه وابنه محمد الملقب بالنفس الزكية وهو محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الزكي عليه الصلاه والسلام. ونحن نختصر هذا الحديث ببيان ما جرى في تلك الفتره بين بني العباس وبني الحسن. في أواخر ملك بني أمية ظهرت ثلاثة اتجاهات ضد بني أمية، هذه الاتجاهات كلها ترتبط بالهاشميين لأن سائر من ثاروا على بني أمية تمكن بنو اميه من القضاء عليهم. اما هذه الاتجاهات الثلاثه فالاتجاه الاول هو الاتجاه الذي كان يدعو الى امامة الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وهذا الاتجاه هو الاتجاه الغالب لدى شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكذلك غير الشيعة من الذين يحبون الذرية الطاهرة. لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان أعلم بني هاشم وكانت الإمامة إليه بعد أبيه الإمام الباقر. الاتجاه الثاني كان الاتجاه الذي يدعو الى امامه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وهذا الاتجاه كان اضعف من الاتجاه الاول لان عبد الله بن الحسن لان عبد الله بن الحسن وابنه محمدا ما كان يمتلكان المواهب الدينيه او المواهب القياديه او السياسيه الا القليل الاتجاه الثالث الاتجاه الذي كان يدعو الى امامه ابراهيم شقيق المنصور والصفاح وهو ابراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس هذه اتجاهات ثلاثة توجه الناس إليها أقوى الاتجاهات شعبيا هو الاتجاه الذي كان يدعو إلى إمامة الإمام الصادق عليه السلام لكن الإمام الصادق رفض أن يستجيب لدعوة الناس له للقيامة ضد بني أمية لماذا؟ لأن أولا الرجال لم يكونوا رجاله مو هو اللي رباهم صحيح أكو سخط عام بين المسلمين وكثيرون كانوا مستعدين للانضواء تحت لواء الامام الصادق، لكنهم لم يكونوا تربيته، ولم يكونوا من الذين يقولون بامامته الاكثر منهم، الا انهم لسخطهم من بني اميه كانوا يبحثون عن البديل، والبعض منهم كان طالب سلطه، وكان يحتاج الى غطاء شرعي، مثل ابي مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني كان قائدا ميدانيا عسكريا وجمع حوله كثير من أهل خراسان، طبعا خراسان الكبرى في ذلك الزمان أكبر بكثير من خراسان في هذا الزمان، كانت تشمل قسما من إيران وقسما كبيرا من أفغانستان وقسما من تركمانستان وقسما من اوزبكستان يعني منطقه كبيره جدا وابو مسلم الخراساني جمع حوله مجموعه من الناس واول ما كتب كتب الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام رسول ابي مسلم الخراساني وصل إلى المدينة ليلاً فذهب إلى الإمام الصادق وكانت هناك شمعة لأنه ليل، فأعطى رسالة أبي مسلم إلى الإمام الصادق. الإمام الصادق من غير أن يقرأ تلك الرسالة وضعها على السراج فاحترقت إلى أن صارت رمادًا. قال الجواب الإمام قال له هو الجواب ما رأيته يعني أنا ما أجاوبه ولا أستجيب له ولا أقرأ رسالته زين عندما يئس من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الأقوى اتجاه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن فصار رأيهم على أن يبايعوه للإمامة وأصحاب الاتجاه الثالث وهم بنو العباس أيضا بايعوه لكن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لم يبايعه هذا الاتجاه الثاني وتحمل في ذلك الاذى. الامام الصادق. واما الاتجاه الثالث وهو اتجاه بني العباس. فهذا اتجاه لم يكن قويا، لذا في البدايه بنو اميه قبضوا على ابراهيم الامام شقيق السفاح والمنصور، وهو كان اكبرهما، وهو صاحب الدعوه، فقتلوه وبقتله ضعفت حظوظ هذا الاتجاه لكن الجماعة الذين يأسوا من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وما كانوا يريدون محمد ابن عبد الله لضعف رأيه ما كان في سمات القيادة اتجهوا إلى بني العباس، وبذلك قويت شوكة بني العباس، يعني أبو مسلم الخراساني بجيش خراسان، جيش جرار، آلاف مؤلفة، هؤلاء تحركوا من خراسان واحتلوا خراسان والري والعراق والجيش اللي كان جامعة أيضا السفاح والمنصور وأعمامهما داود بن علي بن عبد الله بن العباس وغيره ذول اتجهوا إلى الشام وقاتلوا جيش بني أمية وقتلوا مروان الحمار آخر سلاطين بني أمية وسيطروا على دمشق وبذلك انتهت دوله بني اميه فسيطروا وجعلوا عاصمه ملكهم الكوفه وفي الوقت نفسه ايضا ثار محمد ابن عبد الله في المدينه وسيطر على الحجاز وما يصير خليفتين في وقت واحد خليفه في الكوفه وخليفه في المدينه بفتره قصيره السفاح مات فورثه المنصور شقيقه المنصور اسمه عبد الله ونسبه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن العباس عبد الله بن العباس معروف حبر الأمة المنصور كان داهية وإلى عقلية سياسية وعسكرية قوية جدا من ذاك الطرف شاف محمد ابن عبد الله مسيطر على الحجاز وبعد ذلك سيطر على البصرة فالمقابلة معه صعبة جدا لأنه هو يدعي أنه من بني هاشم المنصور من ذرية العباس عم النبي أما محمد ابن عبد الله فهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه هو محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المشتوى عليه السلام ابن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت محمد صلى الله عليه وآله والناس إلى آل رسول الله أميل منهم إلى آل العباس وخاصة أن العباس ما إلى سابق في الإسلام العباس هو صحيح عم النبي صلى الله عليه وآله لكن لم يسلم الا في يوم فتح مكه، ولم يكن مهاجرا بعد فتح مكه انتقل الى المدينه ولا هجره بعد الفتح حتى الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام استدل بهذه الايه على عدم صلاحيه العباس للامامه "والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء" العباس لم يهاجر فليس له من الولاية شيئا ولا, فت ولا هجرته بعد الفتح وبعدين في غزوة بدر كان في صفوف المشركين هو صحيح ما كان يرغب أن يجي أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وآله لكنه أجبر على ذلك وأجى يعني أجى في جيش المشركين الذين يريدون ان يقاتلوا رسول الله محمدا صلى الله عليه واله، واسر في المعركه، وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه واله جعل على الاسرى فداء. جعل عليهم فداء، الفداء شنو هو؟ اذا تعرف القراءه والكتابه لازم تعلم مجموعة من أطفال المسلمين القراءة والكتابة وإذا ما تعرف القراءة والكتابة أن تفتدي بمال الآية الشريفة تقول فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب الحرب أوزارها فهو قال ما عندي فلوس الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أنت أعطيت لأم الفضل زوجتك كذا مبلغ من المال دفنته في الموضع الكذائي وقلت لها إذا أنا ما رجعت لأنه هي حرب يمكن أقتل في الحرب فأنت صرفي هذه الأموال على الأولاد فلم يطلق سراح العباس إلا بفدية ما إلى سابقة في الإسلام ولا منقبة وأسير في بدر وطليق أسلم في يوم فتح مكة حيث قال الرسول اذهبوا فأنتم الطلقاء ما إلى فضيلة فلذلك ما كان الناس يرغبون إلى بن العباس عموما فالمنصور كان داهية ولذلك في قتال مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن استعمل دهاءه ودهاؤه كان السبب في انتصاره عليه زين محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن سيطر على المدينة وبعد ذلك على البصرة الآن يدري أنه لا يستقيم أمره إلا إذا التحق الإمام الصادق عليه السلام به لأن الناس إلى الإمام الصادق أميل فلذا حاول ان يستميل الامام الصادق عليه السلام هو وابوه انت خمعتزل من السلطه انت اولى لكن انت ما تريد السلطه ما تريد السلطه فتعال تبايع محمد بن عبد الله الامام الصادق رفض ذلك فلم يبايعه ضغطوا عليه رفض إلى أن حبسوه وصادروا داره دار الإمام الصادق صادروها وزعوها وحبسوا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيام في السجن ثم أطلقوا سراحة وشافوا الوضع صار أسوأ يعني لو الإمام الصادق ساكت هو في داره هذا إلهم مو زين لكن هم الآن حبسوا وصادروا دارا هذا إلهم أسوأ والاستقامة أمرهم أكثر ضررا فلذلك أطلقوا سراح الإمام الصادق لكن كان هناك شيخ كبير في بني هاشم هو صالح ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب عبد الله ابن جعفر زوج السيده زينب سلام الله عليها هذا له ابن من غيرها لان ابناء السيده زينب قتلوا في كربلاء اسمه صالح وصالح كان رجلا في ذلك الوقت مسنا كبيرا فبعض أقربائه أبناء إخوته اللي التحقوا بمحمد بن عبد الله بن الحسن قتلوه وإذا واحد أبناء إخوته يقتلوه دم راح يضيع لماذا قتلوه لأنه ما استعد أن يبايع محمد بن عبد الله وقال آني ما يفعله الإمام الصادق هذا انا افعله بايع انا ابايع ما بايع انا ما بايع والامام الصادق لم يبايع فانا لا ابايع فعمد اليه ابناء اخوته فقتلوه اما الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ما كانوا يقدرون عليه فقط بمقدار الحبس وحبسوه ايام قصيره جدا يوم يومين او ثلاث ايام اطلقوا سراح فعلى كل حال الامام الصادق لم يبايع، واتهموا الامام الصادق بانه يحسد، والكلام مو صحيح لانه هو كان الاولى، والناس كانت متوجهه اليه، لكنه هو رفض. لماذا الامام الصادق رفض؟ ذكرنا اولا لانه كان يقول ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي. ابو مسلم الخراساني خرج من خراسان الى الري قتل. ألوف مؤلفة من الناس ظلما وجورا زين الإمام الصادق جي أيده والهاي تصير الغاية تبرر الوسيلة أنا أرد أوصل إلى السلطة على دماء الأبرياء يصير ما يصير هذا الغاية لا تبرر الوسيلة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كان يتمكن بالمكر السيء أن يصل إلى حقه، لكنه لم يفعل ذلك، كان يقول ما وما معاوية بأدهى مني، لكنه يغدر ويفجر، وفي حديث لا يطاع الله من حيث يعصى، احنا نريد طاعة الله، نريد طاعة الله عن طريق المعصية ما يصير، طاعة الله شريفة. فمقدماتها ايضا شريفه. مثل ذاك اللي كان يبوق الرمان والخبز ثم يتصدق بما سرقه الى الفقراء. الصدقه جيده لكن باموالك مو باموال المسروقه. لا يطاع الله من حيث يعصى. زين. عندما يأسوا من الإمام الصادق خلاص هم توجهوا في تجيش الجيوش وحدثت معارك بين بني العباس وبين جيش محمد بن عبد الله والأمر ما كان معلوم أن النصر يكون لبني العباس أو النصر يكون لمحمد بن عبد الله إجا واحد إلى المنصور قال له أنه هذا محمد بن عبد الله اجتمع حوله الناس وأنت لازم تفكر وأكف هنا شيخ كبير في السن هذا الشيخ الكبير في السن له رأي ثاقب جيب استشيرة وما خاب من استشار واستشارة المستشير العدل الخفي قال زين جيبوه المنصور قال له أنه تدري أن عبد الله بن الحسن أن محمد بن عبد الله بن الحسن قد قام في المدينة فماذا نفعل؟ فهذا الشيخ الكبير في السن قال له أنت قوي جيشك في البصرة المنصور قال له يلا روح بعدين قال شنو هذا الإنسان جبته لي؟ أنا أقول له محمد بن عبد الله قام في المدينة هذا يقول لي أنه؟ قوي جيشك في البصرة شنو هذا الفكر اللي عنده بعد فترة قصيرة أخو محمد ابن عبد الله وهو إبراهيم ابن عبد الله ثار في البصرة وسقطت البصرة بيد إبراهيم ابن عبد الله المنصور قال عجيب هذا الشيخ كانت نظرته نظرة ثاقبة جيبوه مرة ثانية جابه قال أنت أنا قلت لك في المرة السابقة أنه ذولا في المدينة ثاروا أنت قلت لي قوي البصرة ليش قال ها الواضح لأن المدينة ليست لها موقع استراتيجي للقتال مدينة صغيرة في وسط الصحراء ماكو جمهور ماكو مكان يأون إليه فلا بد من أن يختاروا مكانا آخر المكان الآخر وين؟ الشام الشام نواصب أتباع بني أمية مصر مصر بعيدة الكوفة الكوفة خوة. أنت موجود المنصور بجيشك فلم يبق لهم مكان استراتيجي إلا البصرة ولذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يقاتل معاوية بعد معركة الجمل ما رجع للمدينة لأن بالمدينة أنت ما تقدر تقاتل جيش الشام لذا استقر في الكوفة واستقراره في الكوفة لأجل أنه كان لابد من مقاتلة جيش الشام بجيش العراق موقع استراتيجي لذلك زين محمد بن عبد الله ما يقدر يسيطر على الكوفة لأن المنصور فيها بجيشه راح يسيطر على البصرة شاف لا هذا إنسان يفتهم قال زين الآن آني في قبال هؤلاء ماذا أصنع قال ذول يقولون أنه نحن أبناء رسول الله والناس إلى أبناء رسول الله مائلون فانت اول شيء القي واحد منهم من بن الحسن ساخط عليهم اجعله على رأس جيشك. لأنك في كل عائلة كبيرة يمكن اكو واحد انسان مثلا يختلف مع اقربائه. المنصور هم لقاله واحد من ذرية الحسن كان يدعى زيدا، اسمه زيد. هذا جابه وخلاه على رأس جيشه ليش؟ حتى الناس يشوفون مناك واحد من ذرية رسول الله مناهم واحد من ذرية رسول الله هذه الميزة تبطل حتى الناس لا يقولون ذاك محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن هذا هم زيد ابن فلان ابن فلان ابن الحسن فهاي الفضيلة وهذه الميزة تسحبها منهم الشيء الثاني أنت بنفسك لا تخرج للحرب أرسل جيشا إذا هذا الجيش انكسر أنت موجود في الكوفة تقدر ترسل جيش ثاني إذا انكسر تقدر ترسل جيش ثالث أما إذا أنت بنفسك خرجت إذا جيشك انكسر خلص تنتهي القضية ونصحه نصائح أخرى المنصور هو همداهية واستشار إنسانا يعرف الأمور فاستجاب لكلامه. ارسل جيشا الى المدينه. وهذا الجيش في المدينه تمكنوا بسهوله من السيطره على المدينه وقتل محمد بن عبد الله، لكن ابراهيم بن عبد الله خرج من البصره الى الكوفه. المنصور بنصيحه هذا الشيخ ارسل جيشا انكسر ذلك الجيش ارسل جيشا ثانيا انكسر ارسل جيشا ثالثا انكسر وابراهيم ابن عبد الله كان يتقدم باستمرار الى ان وصل الى قريب الكوفه فكان المنصور يقوم ويقعد ويقول أين قول صادقهم لأن الإمام الصادق كان قائل أنه الخلافة السلطة راح تكون بيد المنصور صاحب القباء الأصفر هذا قبل أن يثوروا أين قول صادقهم مو الإمام الصادق قال أنه أنا أكون الحاكم شنو صار الآن جيشي دي ينكسر هذا إبراهيم قد وصل إلى الكوفة لكن بما أن الله سبحانه وتعالى تقاديره بما يريد فجيش ابراهيم ابن عبد الله كان قريبا من الكوفه الجيش اللي كان ارسله المنصور الى المدينه وقتلوا محمد بن عبد الله هذا الجيش رجع ووصل في وسط المعركه الفاصله يعني المعركة الأخيرة اللي هي بين جيش المنصور وجيش ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن قرب الكوفة، هاي معركة فاصلة كانت. وكانت بوادر انكسار جيش المنصور قد ظهرت. ذاك الجيش اللي أرسل إلى المدينة في ذلك الوقت وصل في وسط القتال. وبهم قويت كفة المنصور. فتمكن جيش المنصور من الغلبة في المعركة الفاصلة وقتل إبراهيم ابن عبد الله أيضا وبذلك انتهى أمر محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن و إبراهيم والمنصور بعد ذلك انتقم انتقاما سيئا من بني الحسن مع أن أكثرهم لم يكونوا مع محمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله قتل في المعركة في المدينة وشقيقه إبراهيم بن عبد الله قتل أيضا في المعركة والمنصور أسر مجموعة من بن الحسن الذين كانوا مع محمد بن عبد الله منهم والدة عبد الله ابن الحسن ابن الحسن جاء بهم إلى الكوفة وقتلهم في قضية مفصلة ونكل بسائر بن الحسن الذين كانوا أبرياء لكنه لم ينكل ببني الحسين لماذا؟ لموقف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعني البعض كان يقول أنه الإمام الصادق ليش ما يستعمل التقية مع عبد الله بن الحسن مع محمد بن عبد الله هو كان يبايعه الجواب الامام الصادق بنظرته الثاقبه، هذا قطع النظر عن علم الامامه، كان يعلم بان حركه محمد بن عبد الله تفشل لضعف رايه وسوء تدبيره، وان المنصور سينتصر، هسه الان يتحمل السجن ايام، افضل من انه بعدين المنصور يجي ينكل ببني الحسين ويقتلهم مثلا، ومع ذلك المنصور ما رفع عيدان عن الإمام الصادق آذى الإمام الصادق أيضا إلى أن استشهد بالسم لكن المقصود لو الإمام الصادق ولو تقية كان يبايع محمد بن عبد الله لكان المنصور ينكل به وينكل ببني الحسين أيضا كما نكل ببني الحسن قتل منهم مقتل عظيمة اللي نسمع وموجود في التاريخ أنه بنى بآل رسول الله قصور في الجدران كان يدفنهم في الأسطوانات هؤلاء كانوا الأبرياء من بن الحسن الذين لم يكن لهم شأن في قضية خروج محمد بن عبد الله لكن الشر شملهم أيضا على كل حال وهذه من ظلامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا واحد من الذرية كان له موقف من السلطة شنو الذنب البقية الأبرياء منهم الإمام الصادق إضافة إلى أنه كان يقول ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي كان عنده هدف آخر مو هدف السلطة هدف نشر الدين حفظ شريعة سيد المرسلين ولذلك هو استغل الفرصة بين بني الأمية بين بني أمية وبين بني العباس لنشر الدين والدين وصلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق أمير المؤمنين علي وبعد الإمام أمير المؤمنين عن طريق الإمام الباقر والإمام الصادق وحتى ما هو الصحيح في المذاهب الأخرى ما أخوذ عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لأن هاي الفرصة استثمرها لنشر الدين نشر الدين أهم من الدخول في صراع سياسي أو محاولة امتلاك السلطة طبعا الحديث السابع حشر حديث طويل جدا نحن اختصرناه بما ذكرناه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين